في هذه الأجواء. أعظم أعظم المواقف الجماهيرية والتي تبادلت تهاني بين وليد الرقراقي وطبعا بدر بنون الابن الممتاز للكرة المغربية موسيماني ووليد الرقراقي. حديث المدربين في مباشر أمامكم مشاهدينا الكرام. رئيس الكاف موتسيبي الجنوب أفريقي إلى جانب رئيسي الناديين سعيد نصير للوداد ومحمود الخطيب للأهلي. عمل الجمهور والميدان المغربي وعمل الخبرة مصري، فكيف ستكون البداية وعلى أي شكل ستأتي النهاية؟ كل البيوت